فين سيارة الشحن ما وصلت للحين؟ هي دي هي دي؟ لا لا هذه المطافي. هي دي هي دي. لا يا عمي هذه بسة. تعالوا استنوا جوا، ايش فيكم؟ الموضوع كله فيديو جيم. لا مامي 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 مامي. انا مامي. لا انا مامي. انتوا ما سمعتوا انا ايش قلت؟ لا انا مامي. ها على راحتكم. انا اكبركم، من حقي انا اللي ابدا. آسف، هذه هي. هيا 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 هيا. ماما ماما حنلعب بالفيديو جيم. زوجتي العزيزة، كنا نبغى نلعب شوي. هبا 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 بابا. العبوا على تلفزيون تاني غير هذا، المسلسل رح يبدأ الحين. على غرفة رزان، ادعس. بسرعة يلا قوم. نبغى تلفزيونك رزان، نبغى نلعب. ما رح ينفع، صاحبتي حتطلع على التلفزيون. وين غرفتك يا ابني؟ الغرفة قدامك. ماني شايفها من الهرجلة. مش تقريبا دي عجلة الجرار بتاعي؟ ايش اللي جابها هنا؟ ايه دي مش العجلة، ده الجرار كله. هذا الجرار حقي. من كم قرن ما نظفت غرفتك؟ ابدا ما نظفتها. هو فين التلفزيون؟ يلا بقى عايز العب. طيب ماشي. التلفزيون فين التلفزيون؟ اهو هنا اهو. انا اخدت الدراع السليم. العب انت بالبايظ يا درغام. وليش انا العب باليد الخربانه؟ اكيد يد اللعبه مختفيه في مكان. يلا ندور. مو هنا ولا هنا. يمكن هنا. ايه ده؟ لا ده كامل. ازيك يا عم فلافيلو؟ انا زي الفل، امشي بقى. يا ريتني لقيت دراع سليم. عرفت فين راح الاقيه. أكيد اليد هنا بين هذه الأشياء. ليث راح يدخل لو ما طلعت. بلغوا البوليس. باي باي. ونحط دي هنا. أيوة، ودي مكانها هنا كده. يبقى كله تمام. إيه اللي عملته ده؟ إيه؟ مش معقول، أنت كده كركبت حياتي. أنا مش هسيبك يا ماما. ألو خميس، ليه تتأخر وقلنا نكلمك وللحين ما ظهر؟ متأكد خميس مش البوليس؟ إيوة سمعته يا خميس. طيب قل لي إيش أخبارك؟ البيبي كبر؟ لا ما كبرش، ارحمني مش ناقصك. اقفل يا ابني. باشا حنلعب ولا جيم اوفر؟ انا من رايي ندخل ورا عشان نطمن. بس انا عايز العب بقى. يلا تعالى. اوف اوف اوف، شايف كيف غرفته؟ ايوه وشايف عمايل ابنك. هذا لقى اليد خلاص، ولد ابوه. بابا تعال ساعدني بسرعه. الوحش الخطير حيمسك ابنك يا درغام. ما حد يقدر يمسك ابن درغام. فلافيلو استعد. الحقوني الحقوني. هوب يا ناس اركن على جنب. ابو فلافيلو. ليث اركب بسرعة. فين الدراع البايظ؟ اتفضل. بتديهولي ليه؟ درغام اللي هيلعب بيه. خلاص انا هلعب بيه بس نرجع. وبعدين هنعمل ايه؟ يلا نرجع البيت. ماني شايف ولا لوحه واحده، ماني عارف الطريق. احنا كيف نرجع؟ يا مركز الحقونا. حول. مرحبا مرحبا، لن نساعدكم وستمضوا عمركم كاملا في هذا المكان الفوضوي. ألف شكر. كده يا مركز سبتنا لوحدنا يا أبو. أهون عليك يا مركز. لحظة لحظة، سامع أحد قاعد يبكي. فلافيلو يبكي. أنا اللي بعيط. طيب
طيب اسكت شوية، اسمعوا معايا كده. ايوه عندك حق، تفتكروا بيعيط احسن مني؟ الخطير هو اللي بيبكي. شوف يا مصيبتي السوداء يا اما، ممكن الجرجير يقدر يساعدنا نطلع من هنا. قلت جرجير، قلت جرجير، قلت جرجير. لا قلت خطير. بس جرجير أحلى. الجرجير كان يركض وراك، كيف يعني نروح لبرجون؟ ها؟ طالما بيبكي كده أكيد مسكين بريء يعني. يا نقل ادي انتظار. بعد إذنك عم جرجير. صدق جرجير طلعت أحلى. قولي كيف نطلع من الكركبة هذه ونرجع بيتنا مرة تانية، لو سمحت ساعدنا. مش عارف، مش عارف حاجة، أنا حياتي عذاب. عذاب ايه يا جماعة؟ وانا ايش اللي يعرفني؟ انا مثلي مثلك، حياتي مكركبة. رأيه من رأي امك. بصوا حواليكم، كوكبي كله تبهدل بسببك. مش عارف اجمع خواطري ولا افكر في اي حاجة، مش عارف اركز، مش عارف اركز. ليث، ليث اشتري منه. يلا نروح السوق. مو قصدي، احنا رح نشتري منه الكلام، كل ما اقول شيء تعيده. تمام، انا بكلمك. انا بكلمك يا ابني، بكلمك يا ابني، بكلمك. في ايه يا عم؟ يا ابني انت تمزح، طلع علي. يا ابني انت تمزح، طلع علي. ما انا بصيص لك. عايز بلاوه. اسكت شويه، لو ساعدتنا اكيد رح نساعدك يا اخ جرجير، مو كذا؟ اه بتقول ايه؟ طيب معلش انا هطلب منك طلب صغنون. من عيوني، اطلب، ما تنحرج ابدا. أنا عايزك تلم حاجاتي المتبعترة في الكوكب وترتبها وتحطها في مكانها على الرف. أنا ماشي. وقف مكانك. أنا حياتي عذاب قوي، الكلام ده مش هينفع معايا، مش هلم حاجة. شوف لو ما رح تساعدنا رح تلعب باليد الخربانة. لا خلاص أنا هبقى أساعدكم. يلا انتوا زبطوا الدنيا وأنا هعيط على ما تخلصوا. في خطة. حلو قوي كده، الدماغ ترجع تشتغل. ايوه انا كده ارتحت، كل حاجه في مكانها. خلاص بقى فهمنا يا اخي، يلا بقى على البيت تنورنا ونلعب سوا. انت فاكر نفسك فين؟ مسلسل خيال علمي. بس انت وعدتنا انك هتساعدنا نروح، ما تخلينيش اعلي صوتي. اعلي؟ مفيش حل قدامكم الا انكم تنظفوا الكركبه اللي دخلتوا منها. طيب كيف ننظف غرفتي واحنا ضايعين هنا؟ ده هيساعدكم. ايش هذا؟ ليث، هذا اكتشاف العصر ومنقذ البشرية كلها، ومرة يسوي إزعاج، اسمه تلغراف. وإيش راح نسوي فيه؟ أنا بعد بيه رسائل للي في البيت وهم بقى يبقوا ينظفوا قطك. تمام، هتوريني كده؟ ألو؟ ألو؟ سامعني يا ابني؟ نظفونا وإلا خسرتونا، وابقوا طمنونا. لا يا زكي مش كده، ده رسائله بتتبعت بشفرة مورس. شفرة مارس؟ لا. احنا في مايو. لا مورس، شوفوا تكة قصيرة وكمان تكة كبيرة تبقى ألف، كل الحروف في الكتاب ده. ما في حل تاني يا أخ جرجير، ممكن نرسل إيميل أو حتى رسالة جوال. طبعا في حلول تانية، بس أنا ماليش مزاج أساعد. أوه كلامه خلاص. طيب كيف اللي في البيت هيشوفوا رسائل التلغراف؟ ها يلا جاوب يا شاطر. بأقدم جهاز عندكم في البيت. شعري كده أحلى ولا كده؟ مثل بعض الاثنين، مو حلوين؟ مرة تاني؟ ماما الغسالة خربت تاني يا ماما. سيبيها بابا لما يجي يصلحها. لحظة لحظة.
جيبي قلم وورقة. إيش في؟ واحدة قصيرة وواحدة طويلة. طويلة وقصيرة، ثلاثة قصار. إيش بك يا إيلين؟ بسرعة جيبي المكنسة، بيك بخطر. هذه أغرب جملة سمعتها في حياتي. شفرة مورس؟ اتعلمتي الشفرة هذه وين؟ كنت قاعدة زهقانة، قلت لحالي اتعلمها. فهمت. بابا؟ نفعت! شفرة مورس نفعت! رزان، انتي عظيمة! مو أنا، أشكر إيلين على ده. العفو يا شباب. ما تيلا نلعب بقى. فين الفيديو جيم؟ يمكن أنا شفطته بالمكنسة. سكل الخطر مستحيل سيدي، فاسمح لي أنا الخطر نفسه. واو، هذا الفيلم مرة كان حلو. ما في أحسن من أفلام هوليوود. أقول لكم على شيء، أنا أقدر أسوي فيلم مرة قوي، مليان سفر وأكشن وفي رعب وكائنات مخيفة وكله تراجيديا ومؤامرات. أنا حسوي فيلم عظيم جداً. ما رح تقدر. أقدر. ما رح تقدر. لا أقدر. ما رح تقدر. أنت إيش بتسوي هنا؟ أقدر. لقيت الباب يفوت. ما رح تقدر. إيش بتاكل؟ أقدر. باكل سبانخ. تسلم إيدك، لذيذة جدا. أقدر. ما رح تقدر. أقدر. ما رح تقدر. أقدر. ما رح تقدر. أقدر. ما رح تقدر. أقدر. كيف؟ بس أنا ما سويت سبانخ. بجد؟ مش دي اللي اسمها سبانخ؟ عمي أبو السباع؟ إيش اللي حصل؟ معلش يا أبو السباع، أكلتك بالغلط. إيدك أبوسة. فين راحت هذه؟ أها، بتشتغل ولا لا؟ أها، فيديو عملية اللوز. ها؟ اخفي اخفي رقابة. بما إني لقيت الكاميرا فهثبت لبابا إني أقدر أسوي فيلم عظيم. ما راح تقدر. لا أنا أقدر. ليث، ترى بابا أرسلني عشان أقول لك شيء. إيش هو؟ ما راح تقدر. امشي من قدامي الحين، أنا راح أثبت لبابا إني مخرج روائع قدير. كيف هتصور بالكاميرا الخربانة هذه؟ فين السيناريو؟ فين الميزانية؟ عندك مدير إنتاج؟ عرفت لوكيشن التصوير؟ مين مسؤول المؤثرات ومين راح يسوي الشاهي؟ خلاص اسكتي، أنت بتعرفي تسوي كل هذا؟ بسوي كله ما عدا الشاهي. أرجوكي ساعدي أخوكي. تمام، خلاص قوم. قبل أي شيء لازم تلاقي فكرة حلوة تسويها، وبعدين تطور الفكرة، وبعدين ترسم الشخصيات والأحداث وتسوي معالجة للسيناريو، وبعدين تختار مكان مناسب للتصوير. هذا السيناريو. هذه يسمونها أفلام تجارية. أزياء فضائيين، صاروخ وسفينة فضاء، هذه كلها خرابيط. إيش ده السيناريو اللي أنت جايبه؟ ميزانيته كبيرة، اكتب شيء أبسط. ليث، افتح لي الفيديو جيم. أنا مو فاضي، كتبت فيلم عن الفضائيين لكن أختي أحبطتني وبتقول إني ما هعرف أصوره. طيب تمام، شغلي الفيديو جيم بقى. ما في فيديو جيم غير لما أجهز كل اللي أحتاجه عشان تصوير الفيلم. هاتي السيناريو. هاتي. في ورق تواليت على ظهرك. هادي عبايتي. آسف يا حاجة. ألو يا حاجة، عندي يكلم الإسعاف. طب العاش، الحقونا. يا كابتن، الأنسة وقعت، إيدك معايا نشيلها ونروح نوديها المستشفى. خلاص بقت زي الحصان. ألف ألف شكر يا أبو الكباتن. ثانية واحدة، لابس لبس فضاء وعندك سفينة، يبقى أنت النجم اللي ليث بيدور عليه لفيلمه. دوري. سيبك من اللف والدوران، تعال معايا نروح لليث ويرضى يشغل لي الفيديو جيم أخيرا. دوري. شوف يا بابا، أنت راح تمثل دور رجال ما بيفهم أي شيء. ماني فاهم شيء. أيوة زي ما أنت كده. يا ترى نسيت موضوع فيلم الفضائيين؟ لا ما نسيت، مو ناقصني غير الفضائي. وعندك واحد فضائي. ايش بيقول؟ بيدرب نفسه على الدور، اصله فنان فيري بروفيشنال. يا عم سيبنا نلعب بقى. مره حلو، يلا نبدا التصوير. يا اخي قلنا ماني فاهم شيء. اهدى، دورك مو الحين.
هبرا هبرا هورارا هرك هرورا هورا هورا. سفينة الفضاء هذه مرة حلوة عن فلافيلو، بصراحة الإنتاج ما قصر. أنا أبغى كرسي مكتوب عليه المخرج، خلوني أحس إن المخرج. اتفضل يا مخرج. إيش؟ أهي أي حاجة مكتوب عليها مخرج. قلت كرسي، هو أي شيء مكتوب عليه مخرج وخلاص. تجيب لي هو؟ خدها ماشي حالك بيها. تمام، روح شوف شغلك. دوري 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 دوري. معلش أصبر شوية، أدري إنك تبغى تمثل بسرعة، بس لازم أضبط لك وجهك عشان بيلمع. مرة حلو. يلا استعد الحين. 3 2 1 أكشن. دوري 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 دوري. الحوار عظيم جدا. متى راح أدخل؟ إحنا على الهواء. هاي ماما. بابا وخر من قدام الكاميرا، راح تشتت انتباه الممثلين. شايفين المؤثرات والخدع؟ انت اللي جايب هادي كمان؟ طبعا يا ليث. ماما ماما ميما، ابغى ادخل الحمام. كات، اداء رائع وعظيم، تمثيلك مره طبيعي يا استاذ، شكرا لك. تمام يا استاذ المشهد خلص، بطل تمثيل، لموا كل الاشياء حندخل جوا. انت بطلت تمثيل ليه بس؟ مو ممخمخني المشهد الاخير، كنت ابغى نهايه سعيده. تعال نتفرج على الديفيلي. لازم نصور تاني، النهايه هذه ما راح تاثر في المشاهدين، خلي الممثلين يستنوا وجيب لي السفينه. ماليش دعوه، هات العصافير المكشرين. مالك دخل انت؟ مو انت اللي جبتهم اصلا واتفقت معاهم على كل شيء؟ ها؟ لا، قصدك تقول ان اللي صورناه هذا كان حقيقي من جد؟ بدل ما نساعد الفضائي وقفنا نتفرج عليه والاشرار بيخطفوا زميلته من بيننا واحنا قاعدين. لا وكمان صورناه ولا حسينا باي شيء. يلا الوداع. ايش اللي سويته هذا؟ فضائي، ما أعرف كيف أقدر أساعدك. دقيقة دقيقة، أنا عرفت كيف أساعدك. دروري؟ من جد دروري؟ أنا عندي خطة مرة خطيرة، خليك معايا وإحنا نساعد زميلتك. أيوة من جد، أنا الحين لازم أتصرف زي المخرجين اللي بحقه حقيقي. يلا بينا. ايش ده؟ هذه مؤثرات. استنوا وصلنا. شد نايس نيق احنا ذات سوين ذات سوين ارقش وحلص الحرده. تمام مشيت عليهم. وانت وين تعلمت لغتهم؟ دودي علمني هي وانا علمت لغتي. كبسه سمبوسك ماتشيبوس. الكيبل تمام. لازم ادخل على السيستم واوصل الكمبيوتر الرئيسي. الازاز مش نظيف خالص، لازم يتغسل من شويه ميه والدنيا تطلع على طول بقى فله. قرار 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 قرار. دخلت على السيستم، شدوا الحبل حنمشي. ايش هذا؟ هو استنى
لسه عندي تنظيف. ألو تيست 1-2 ها؟ يمكنني التكلم معك من خلال الميكروفون الذي يترجم. أنت شخص فاشل وأرفض أن تكون ابنتي زميلة لفاشل مثلك. يا كينج أنا الأول على صفي وكل أسرتي يحبوني، يعني مش فاشل أبدا. أنت أكشن. أنت ملك شرير، أنت ما تقدر تشوف كيف صار مستواهم في المدرسة. نعم واتفقنا على رحلة علم يا أبي، دراسات عليا وماجستير. إن المستقبل أمامنا يا أبي. رأيت فائدة هذه الأجهزة، طبيعي أن أشتري منها 50. أسقط ولا كلمة، لم أتخيل أن تخفي عني موضوع تفوقهم الدراسي. كذبت علي ولم تخبرني الحقيقة كاملة. الموضوع يا ماما، بابا لا يقبل زمالتنا بحجة غريبة، يقول إنه غير متفوق في مادة الفيزياء. وكأنك عبقري في الفيزياء. أنا آسف يا ابنتي، أنا أخطأت، معك حق، المستقبل أمامكم. مامي شكرا لكم، لولاكم ما عادت المياه لمجاريها. أنا اللي أشكرك يا دودي، كده نهاية الفيلم صارت مرة حلوة. أرجو أن تقبلوا مني هدية صغيرة يا أصدقائي. إيش هذا؟ ميدالية مفاتيح؟ سأعطيكم سفينتي. ليه بس؟ الميدالية كده كانت أحلى. فلافيلو لا تدوس على أي شيء. الزرار ده؟ لا تدوس على الزر الأحمر، الزر الأحمر دائما بيكون خطر. يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ استنى. ها؟ بابا؟ أنتوا فجرتوا كوكب أورانوس. صور يلا بسرعة. يلا صورني واكتب تحتها متعة الفضاء مع الأصدقاء. بابا تعال أبغاك تساعدني. استنى بحاول أكسب الفضائيين. وأنا كمان حقضي على الفضائيين. انتوا إيش بتسووا بس؟ على فكرة انتوا كده بتحاربوا بعض يا بابا. يا تصدق معلش أصلي جعت ومش عارف أركز. صحيح متى رح ناكل؟ دقايق والباذنجان رح يكون جاهز. الجرس، الأكل شرف ونور. خلاص حناكل. حناكل. خلاص الباذنجان ساخن وجاهز تاكلوا. يا جماعة بيكفي أكل فاست فود. انتوا ما سمعتوا عن الجلوتين؟ افضل طريقة عشان تبعدوا عن الجلوتين هي انكم تاكلوا خضار طازج. ايوه عندك حق جدا يا عنود، الجلوتين مضر. بطني اوه كلنا كتير. احنا نقدر نقول اننا خربناها. انتوا انتبهتوا احنا قد ايش كثرنا في الاكل؟ نفسي مرة تاكلوا الباذنجان، الباذنجان مفيد جدا. أسيب البيتزا وآكل باذنجان؟ أقول لكم على حاجة وما تتخضوش، أنا جعت تاني. إيش؟ أقولكم شي تاني؟ أنا كمان جعت. أعتقد يبغالها آيس كريم. مو معقول اللي بتسووه في نفسكم ده. الحياة صارت جميلة. ها؟ بابا ايش الصوت ده؟ دي صناديق زبالة فضائية، شكلهم جايين يحتلوا أرضنا. هادي أكيد بسة. لا مش أنا.
تخبوا بسرعة تخبوا. أوه، صندوق زبالة بيتكلم. زبالة إيش؟ لك تخبوا بسرعة ورفضوا بجلدكم. مين ده؟ أستاذ لحم بعجين؟ الحق الحق جايين. مين هدول؟ لقونا. طب ازاي؟ بروكلي. لحوا حالكم يا جماعة وفركوها من هون يلا. جايز اهربوا هالا. ليكو اللي بده يهرب بده ينط معنا. ايش بتسوي يا عمو؟ حد يقدر يقول للحم بعجين لا يا ناس؟ انت توقف فلتتوقف ولا تتحرك. هربوا منا. هيا سريعا وراءهم. اقتربوا منا بليز جايز. شو يا سجق الصندوق جاهز ولا لا؟ ايوان حلو كبوا كل شي بالصندوق. حوريكم. لا خلعوا المقود انتبه. كفاية عمو فلافيلو. لك قلتلك يلي بالصندوق ليه قبيت التركسيون؟ اوه مش توضح يا عم الشباب انا مش فاهمك خالص. لا استطيع التحكم. كود زيرو كنترول. مو مهم ابدا انت لازم تستخدم خيالك. انا لا اشاهد الكارتونز خيالي اندر زيرو. هلا كبوا لحمة السجق من الصندوق وفورا ومشونا بسرعة يلا. اسرع اسرع محتاجين سجق. بطل أكل يا عمو وارمي عليهم. يا ابني ما ينفعش دي نعمة. ننزلخ ولا أستطيع التحكم. انتبه. روقوا شباب نحن قربنا نوصل. شغلت خيالي يو مان. والإيش وصلت؟ اقفزوا هيا. إيش المكان هذا؟ شبه المحل بتاع الهامبرجر. ما أنا أدري بس إيش اللي جابنا هنا؟ هذا المقر الرئيسي تبعنا ومن هالمطبخ هذا بننطلق للعالمية. المقر حقكم؟ طيب وإيش اللي جابنا هنا؟ خلاص يا جماعة أنتوا علقتوا هون ولو الخضرة شافوكم ما رح يتركوكم أبدا. شوف على راسه لحمة مفرومة صراحة يضحكني. أيوة ما أنا ناوي أكله كمان شوية. شخص واحد بس يلي بيقدر يساعدكم وهو جدو جلوتين. جدو جلوتين؟ البوابة لسه فاتحة يلا على المطبخ. يلا فوتوا بسرعة يا جماعة. أبغى قدر زي هذا. أنا داخل. يبي أنا جاي. الجو بارد عندكم؟ أبداً الجو جميل. درغام تعال حتنبسط قوي. ها طيب كده كويس أنا جاي. أهلين بعالم الفاست فود. أكتر شيء حلو شفته في حياتي هذا ولا الأحلام. بيتزا وطالع الشجر. إيش ده؟ وين الكاتشب؟ دي طلعت كبيرة قوي. شوفوا شوفوا معايا دي حلوة قوي. دي أكبر واحدة. ممكن ألعب بيها لو سمحت؟ طبعا ممكن. هنا انت بتعمل كل اللي نفسك فيه وبتاكل كل حاجة ومفيش حد يقدر يمنعك ابدا. زي ماما. ايوه لو كانت ماما هنا اكيد كانت قالت لا تاكلوا هذا عشان فيه جلوتين وفيه كالوريز. شوفوا شوفوا عملت بالونة مدورة. ما البالونة في الاصل مدورة. طي يا بالونة يا بالونة طيري. غريبة يا ترى الملابس هذه حقت مين؟ اللبس ده سابهن ناس كانوا بيزورونا زي ما تقول سيفونير يعني. تركوا ملابسهم وراحوا؟ انسوا خالص. احنا النهاردة هنعمل حفلة كبيرة على شرف معاليكم ودلوقتي روحوا كلوا اللي نفسكم فيه. ها خذوا راحتكم على الآخر. عالم الفاست فود النهاردة يوم لذيذ فعايزين نحتفل بضيوفنا الغاليين. سموكم اوت. نعملوا بالفرن او نعملوا مناقيش. مناقيش؟ ايش قصدهم؟ درغام اعمل لي مساج بالزيت. انت مفكر نفسك على البحر؟ بس يا اخي ما هم ادونا دول عشان ندهن لبعض. ايه
صلصة باربيكيو، صلصة بشاميل، زيت زيتون، يعني كده راح يأكلونا بابا. النهاردة يشرفنا. إناف مان، تكلمت كثيرا إلى الأكل. عفارم عليك يا ابني، يلا بقى ناكل. أوكي هنبدأ دلوقتي، هتقولي الحلة حالا. هم بابا هم بابا هم بابا هم بابا. حلو قوي، هيعملونا مهلبية. ودلوقتي هاتوا ضيوفنا هنا. أوه، ايش بتسوي؟ استنى يا اخي، فين رايح؟ اتركوني. اي فيل جود. خمسني فوت انت كمان. يلا يا حبيبي يا بابا. مين دول؟ دول الخضار الاشرار. وقت التغذيه. اوه هدول لحقونا كده ضهنا. الوداع يا كوليسترول. وداعا للأكل المضر. ها يا جزر، أخرجهم من هنا. أمرك سيدي. هيا سريعا سريعا. وحضرتك مين؟ أنا أدعى بروكلي. أنت تاني يا أعرف، لا أحد يحبني. دقيقة بس، مو أنتوا يا جماعة الكتب تركضوا ورانا من شوي؟ كنا نحاول المساعدة لكن الفاست فود خدعوكم وضحكوا عليكم، أقنعوكم أننا أشرار واختطفوكم وكانوا سيأكلوكم أكل هم هم. أول مرة في حياتي أحب البروكلي. عدو هروب. لطوهم بسرعة. لطوهم في الحلة. إيش رح نسوي الحين؟ إذن عليكم أن تعودوا من نفس البوابة. أسرع وسيلحقون بكم، هيا انزلوا بسرعة. نعم، وقت الرجوع للبيت. ما رح تيجوا معانا؟ لا يا ولد، لن نذهب أبدا قبل تنظيف عالم الدهون هذا. نحن هنا للحفاظ على صحتكم. أقول لك حاجة يا بروكلي، أنت أجدع خضار. شكرا صديقي، ولا تنسوا تغطية الإناء بعد رجوعكم. اربوا اربوا بسرعة، ما تخلوني يهربوا. أنا اديتك اللعبة بتاعتي يا فلافيلو، بقى تعمل معايا كده؟ أهو كده. يلا بسرعة ورايا. إيش اللي حصل يا شباب؟ شفتني وأنا بستهدف جدو جلوتين؟ أنا جدع مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ إحنا حنلحف كل هذا كيف؟ العنود كالعادة رح تطبخ بروكلي على الغدا، والبروكلي بينحف. بصراحة البروكلي ده صاحب صاحبه جداً. يلا عشان تنبسطوا، شوفوا أنا إيه جبتلكم؟ جبتلكم لحم بعجين. الحقونا الحقونا. إيش ده؟ أنا إيش قلت؟ إيش رح أسوي في ده؟ هاتيهولي هنا، أنا هاكله. كنت عارف. عارف ايه يا فندم؟ انه انت اللي بتقلب وبتلعب في كراتيننا. توضيح بليز. اسكت، ليش بتقلب في كراتيننا؟ عشان دي مش كراتينكم اصلا. وضح من فضلك. الكرتونة اللي في الشارع بتاعت الشارع، يعني اقلب فيها براحتي. لا مو براحتك. انا بقولك براحتي. مو براحتك. براحتي طبعا. مو براحتك. لا براحتي. مو براحتك. شيك طاقيتي الجديدة. كسرت الباب؟ لا انت اللي كسرته. صرنا من غير باب بسببك. الطاقية ريحتها وحشة. كيف رح نتصرف بس؟ يا ويلنا من العنود. بابا شوف ايش مكتوب في الجريدة، افتتاح محل عالم الابواب وفي خصم 50% اليوم بمناسبة افتتاح المحل. فكرة حلوة، يلا نروح نجيب باب وانت رح تيجي معانا عشان تساعدنا نشيله يا رستم باشا، مفهوم؟ يا بابا في مشكلة، المحل الجديد هذا مرة بعيد من هنا. بعيد قديش؟ تقريباً برا المدينة. ها دقيقة كده، في مواصلات ممكن تودينا لين باب المحل. تمام، يلا يا جماعة نروح الموقف وانت شيل الصندوق هذا من على راسك. ليه بس؟ ده لايق عليها. انت متأكد ان الباص راح يجي من هنا؟ الجريدة بتقول انه هيكون هنا بعد ثانيتين بالضبط من الحين. الباقي ليكم 3 ثواني تركب. كيف يعني؟ 3 2 1 اركب الهواء.
إيش هذه السرعة؟ إحنا ماشيين بسرعة الضوء يا بابا. يا ريس الباص ليش فاضي؟ ما في أحد غيرنا. لأنه ما في زول بيعرف يرجع تاني براهو. كيف ده؟ كلهم بينسوا، كلهم بينسوا، وإنتوا زادكم هتنسوا، وإنتوا زادكم هتنسوا. هننسى إيه يا درغام؟ أنا نسيت أقفل الباب على القطة قبل ما أمشي، تفتكر ده قصده؟ هو إحنا عندنا باب يا عمو فلافيلو. وهو أنت عندك بسة أصلاً؟ لو القطة دي مش قطتي، أمال بتعمل إيه في شقتي؟ خلاص، لا تتكلم أكتر من كده، بصراحة الموضوع صار مرة غريب. بطني ابتدت تقلب عليا. طيب أنا هفتح الشباك، لازمك شوية هوا. إياك تفتح الشباك وهو سايق بسرعة الضوء هادي. أوه الهوا جميل جدا يرد الروح، الواحد ما كانش قادر ياخد نفسه خالص. انزلوا كلكم، ميعاد آخر رحلة الساعة 36 دقيقة بالضبط. أها بالمناسبة قلت لكم هتنسوا. السواق هذا في شيء مو طبيعي. فلافيلو ايش ده؟ ايش اللي صار لوجهك؟ ايه قلب زرافة؟ في ايه؟ نص وجهك عجز يا عمو فلافيلو. نصك بقى عم فلافيلو ونصك التاني جده فلافيلو. افيه فظيع، كفك كفك. مستحيل، نصي عجز والعمل يا ناس. يا بختك يا نجمة تطلع معاش مبكر. كفك كفك كفك. اكيد في طريقة نرجع بيها وجهك يا عمو فلافيلو. انا قصدي جده فلافيلو، قصدي جده عمو، قصدي عمو جدو اللي تشوفه. يا ابني عيب كده ما يصحش ابدا، الجيل ده ما عندوش حتى ربع الاخلاق اللي عندنا. بتكلم زي العواجيز بالظبط. افتكر اننا لو رجعنا بسرعه الضوء زي ما جينا وجهك هيرجع زي ما كان، بس لازم نستنى الباص هنا لان موعد وصوله الساعه 36 دقيقه. طيب يلا خلونا نشتري الباب بسرعه. هاجي معاك عشان انت محترم وعشان وشي يرجع زي ما كان زي زمان واحلى. فلافيلو لا تتكلم ابدا الحين. ايش معنى الباب الحديد اللي اشتريته ده؟ يعني ما لقيتوش حاجه اتقل من ده. الجماعه هناك كرمونا علشان خاطر فلافيلو الشاب العجوز ده، عطونا خصم 15% فوق الخصم الاساسي. هاي انا مش شاب عجوز على فكره، بطل تريقه بليز. ايش ده فاتوره؟ مو مهم. عالم الابواب، عالم الابواب، جوده مضمونه. لاي لايلو بالزياره اسعدتونا. هذه اسوا اغنيه سمعتها في حياتي. اذا اكتب انت يا فنان وارنا. ما راح اضيع موهبتي في مكان زي ده. يلا. ثلاثه اثنين واحد. ما شفت سواق دقيق في مواعيده كده. تمام، وين الفاتوره؟ ايش الفاتورة؟ فاتورة؟ فاتورة ايه يا باشا؟ الحالة شكلها جاتله يا جماعة. انتوا كمان نسيتوا، قلت ليكم انتوا كمان نسيتوا، انتوا كمان نسيتوا. ايش؟ عينه يمنع الركوب بلا فاتورة بتاتا البتة. بينه خلع وسابنا. بابا فين الفاتورة؟ الفاتورة فين راحت؟ انا ذكرت أكيد رميتها قدام المحل. اجروا بسرعة ورايا، بسرعة لازم نلاقيها. استنوا أجري إزاي بالباب ده؟ يا دي الحظ، المحل قفل يا جماعة. دوروا هنا ولا هنا، رح نلقاها أكيد. فينك يا فاتورة؟ فينك يا أمورة؟ بس بس بس. هي دي وريني. لا هذه علكة. هي فين؟ وين راحت؟ هل تقصدون هذه الفاتورة؟ إيوه جيبها، هذه حقتنا. نعم، ألست أنت الناقد العظيم الذي لم تعجبه أغنياتي؟ ها؟ لا يعقل هذا، ناقد فني كبير مثلك لا يعرف أن يرجع بالأتوبيس؟ أنا لا أصدق نفسي أبداً. أنا كنت أمزح معاك يا أخي، زعلت مني ولا إيه؟ معقول الكلام ده؟ ده أنا حتى حبيت أغنيتك. عالم الأبواب، عالم الأبواب، حلو وخلاب، حلو وخلاب، يا عالم الأبواب كفاية عتاب، جيبوا لي كباب. مع السلامة. إيش ده؟ لا ليش أكلتها؟ في أحد يبلع فاتورة؟ أصل الفنان كان جعان. أسكت يا رستم،
كله من تحت راسك، وكمان مو عارفين نرجع بيتنا. عاجبك بقى كده؟ كذلك فليكن، وانا مش هشيل الباب. اللي انت بتعمله ده معلش في الكلمة ما ينفعش خالص بصراحة. سمعنا سكاتك يا اخي. ايش هنسوي الحين يا بابا؟ ما هنرجع. احنا هنجلس نراقبه الين ما ناخد الفاتورة، هذا هو الحل. وانت يا رستم باشا اتفضل شيل الباب على ظهرك. انت قاعد تصفر لي؟ انا حشيل الباب اللي مو عاجبك، بسيطة يعني، ده مجرد باب. انا حموت من الحر يا جماعة. في الصيف بالذات لازم تحطوا كوباية مية قدام الباب عشان لو في اي حد عطشان يشرب. ايه في حاجة جاية؟ حاجة ايش؟ تقريبا كده ده دب قطبي. دب قطبي في الصحراء؟ شكلك كده بتمزح يا رستم، لا تسمع كلامه يا ابني. بابا رستم باشا كان عنده حق في اللي قاله. ايش ده؟ ايش حنسوي؟ لقيتها، احنا ننط هنا، يلا بسرعة بسرعة. بابا؟ وبعدين يا ابني كل شوية بابا بابا. ايش اسوي؟ مو انت بابا؟ ايوه انا بابا، بس مو كل ما تشوفني تقول لي يا بابا يا بابا. يا نهار ابيض، ايه كل الابواب دي؟ شوف ايش مكتوب. مخزن البضاعة البايظة. غريب، ايه اللي بايظ فيها؟ شكلها اكتر من ممتازة. طيب ايش الارقام هادي؟ ايه ده بقى؟ هذا فتح على مكان تاني. الباب اللي يجيلك منه الريح سده بسرعة عشان بردان. وهنا ايش فيه؟ ها لقيت شيء؟ كل واحد مننا يدخل من باب ويدور على مساعدة، ونتقابل هنا بعد 5 دقايق بالضبط، اتفقنا؟ يلا نبدأ. تمام، كل واحد ينتبه على نفسه. اهربونا! اهربوا اهربوا بسرعة بسرعة يلا. يا بابا انا فهمت الحين معنى الارقام اللي على الابواب، هذه احداثيات. صح، احداثيات. احداثيات؟ لحظة، ايش تقصد باحداثيات؟ معنى الارقام اننا نقدر نعرف منها مكان اي منطقة في العالم. يا حسني قربوا من قوي. المفروض انهم يراعوا سني. ايش حنسوي يا ليث؟ قلت احداثيات وارقام وسكت. دقيقة واحدة بس، لما فتحت الخريطة على الانترنت شفت احداثيات بيتنا، هحاول اتذكر الارقام. ادوني قلم بسرعة. خد بس رجعهولي، القلم ده هدية من امي. طيب 26 30 2. يلا يا ابني جايين. 10 2. يلا بسرعة نطوا. يا عدوي. أنا ابني طلع مرة شاطر. ممكن بقى ترجع لي القلم يا ليس؟ أصلي في حاجات بتتضرب. أنا حرجع لك، هو ما راح أكله. الباب ما صار له شيء. جديد زي ما هو. بس يا جماعة أنا لسه نصي عجوز. يا جدو. يا جدي. صرت جدو. يا جدي. لا تقلق يا عمو فلافيل، وبكرة راح يخف. حط كريم على وجهك. حاضر حاضر، تمام تمام، جاي. باي 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 باي. واسحوا واسحوا، لازم لحق المباراة. أبي أخبرني متى ستبدأ المباراة؟ متى المباراة؟ على أي قناة نتابعها؟ ألو ألو، أنت فين اختفيت؟ فينك فلافيل؟ ألو ألو، جبت لنا البيتزا؟ أنا رايح البيت الحين. أمال، بس في مشكلة صغيرة بصراحة، كنت جعان واضطريت إني. طيب اشتري غيرها. هحاول بس ادعي لي ما جوعش تاني. امسك نفسك، باي باي. ألو ألو، هل تسمعني؟ خير؟ ما تحملت وأكلت البيتزا مرة تانية؟ لا ما تقولش كده يا راجل. وكمان لك عين تكذب؟ قصدك أني كذاب؟ حتى البيتزا معايا إيه؟ يا أخي أنا متأكد أنك أكلتها، أصلاً العلبة فاضية. بصراحة ما قدرتش، ريحتها كانت والمقاومة كانت. منك أنت يا فجعان، قفل التليفون خلاص، اسرع رح نتأخر على المباراة. إيوة كده لحقنا. مشاهدين الأعزاء، لقاء العمالقة، الديربي المنتظر، وهذه صافرة بداية المباراة. كيف؟ أنا ماني مصدق. لا ما يصير. إيش بدا؟ إيش فيك بس؟ إيش تغير؟ اوعى سيبولي هتصرف معاه.
التلفزيون شكله بايظ. انت خربته يا فلافيلو، خربته خلاص. استنى بس، انا ما عملتلوش حاجة على فكرة، بقى ده هو اللي بايظ. خربان ايش؟ انت كسرته. هدي اعصابك شوية. ها؟ ايش ده؟ نشرة اعلانية؟ حتى هذه بلعتها يا عمو فلافيلو؟ مش فاكر اصلا، كنت جعان قوي. الاعلان بيقول ان سوق ميجا تكنو حيفتح ابوابه بكره بعرض ضخم، اول مشتري حيوصل السوق بكره في الصباح حياخد تلفزيون اخر موديل وببلاش من غير ما يدفع اي شيء. معقول ببلاش؟ اه لازم تصحى بدري وتروح في الصباح اول ما يفتح المحل عشان تلحق العرض وتكسب التلفزيون هذا. يعني من جد ببلاش؟ ها طيب قولوا لي، انتوا بتفكروا في اللي انا بفكر فيه؟ بفكر اروح اعمل مساج لخرطومي. انا عندي فكره مره حلوه، ايش رايكم تجمعوا كل اعلانات المسابقه قبل ما حد يوصل لهم، وبكده ما حد راح يكون عنده خبر بالعرض وانت تروح تفوز بالتلفزيون اللي ببلاش هذا. يسلم مخك يا اعقل اخوانك. لازم نروح نجمع كل الاعلانات المتوزعه قبل ما احد يشوفها، يلا معايا. شنو هذا؟ اعلان هذا ولا شنو؟ ها ايش جيب هذا عشان مصلحتك. اصبر بابا، شوف شوف ايش في هنا. رستم باشا ايش بتسوي؟ بلم الاعلانات كلها، منها بنظف الحي ومنها انا بتدفى. انت هتاكل نص دي لوحدك؟ ايوه تمام. وليش بتجمع هذه الاعلانات؟ قرصان وعصابته خلونا جمع اعلانات المسابقه اللي في الشوارع كلها، وهيدوني علبه بسكوت كامله لو كمان بالشوكولاته. النسر قرصان؟ يا ترى هو ليش بيسوي كده؟ لا يكونش في اذكياء الا انتو. ها انت ايش تقصد؟ برافو عليك يا رستم باشا، هات بقى الاعلانات دي هنا. اطلع بالبسكوت. ترزان ادي له يا ابني البسكوت بتاعه. سلم واستلم في لحظتها. رائع، خدوا الاعلانات اهي. ايه ده؟ انا مش قلت لك النص ده بتاعي انا؟ ده عشايا اللي هتعشى بيه بكره يا اخي. ها الاعلانات بابا، الاعلانات. لا حد يطالع على هذه الاعلانات. ايه الحظ ده؟ كده كلهم دلوقتي عرفوا موضوع المسابقه. ها شنو هذا؟ سوق ميجا تكنو حيفتح أبوابه للزبائن من بكرة الصبح. السوق مسوي عرض بيع وايد عود، وأول واحد هيوصل ويلاقي التيفي اللي مستخبي جوه هياخده ببلاش. ايه الحظ ده؟ كله عرف موضوع العرض والمسابقة. طرزان طمان بسرعة على المحل، هنعسكر قدامه من دلوقتي. ايش هذا؟ بابا كلهم عرفوا الموضوع خلاص. يلا بسرعة على البيت، جيب الخيمة وتعال على المحل، بنخيم احنا كمان هناك. كده حنصير أقرب ناس مع سكرين جنب باب المحل. التلفزيون هذا حقنا. شفت مكان الخيمة بتاع الدرغام؟ قريبين قوي من الباب ومدخل المحل، وإحنا بقى قاعدين في آخر الصف. تريدوا سحب المحل باتجاهنا ونصبح الأول؟ لا، المحل تقيل، أنا عندي خطة حلوة في دماغي. نعم، نعم مفهوم، رأيت نظرتك الشريرة والآن فهمت أنك ستتصرف. تمام، مكاننا هنا مو سيء، احنا نعتبر في المقدمة. رستم، ايش اللي بتسويه هنا؟ انا مش متحرك من هنا غير لما اخد النص اللي اكله. كلتها كلها يا رستم. شفتك. تمام. تمام ايه؟ اطلع بيها وإلا حولك كاتشب. انا ما ابغى وجع راس، انا اصلا مو جاي هنا عشان احللكم مشاكلكم. دقيقة دقيقة، الارض بتنهز يا بابا. ثواني، انا هطلع استكشف واستطلع اللي بيحصل بالظبط. الحقوني. حد يلحقني. ايه ده؟ المحل اتنقل في وسط المحيط ولا ايه؟ ايش اللي جابنا هنا؟ بابا هدول شكلهم رمونا في البحر. مين هدول وليش حيسووا فينا كده؟ احسن، فرحان فيكم، الان ستغرقون. يلا اتحركوا يا رجاله، دورنا في الاول مستنينا، يلا بينا. بعد ساعتين ومع أول نور للشمس هنفتح المحل، ولازم نستعد علشان نستقبل الزباين. معلم معلم، أنا مش المعلم بتاعك، أنا مدير المكان ده كله. سلام واستعدوا، أنا راجع لكم كمان شوية. بشت بشت، عارف عارف، حطيت التلفزيون وين اللي قالك عليه المدير؟ ها؟ أي تلفزيون؟ نسيت يبقى التلفزيون؟ تلفزيون اللي بنعطيه هدية ببلاش. إيه إيه، معلوم معلوم، صح صح. أنا حطيته. وين راح؟ وين راح التلفزيون؟ أنا مرضان، ما لي قدر أنا أتنفس، شو عملتوا فيني؟ ممكن تسكت شوية خلينا أفهمك.
انت عارف احنا خطفناك ليه؟ اكيد طمعانين بثروتي. ثروه ايه؟ انت حيلتك حاجه؟ قول لي التلفزيون الهديه فين بسرعه. بس انا ما بحضر تلفزيون. انت بتقول ايه؟ خلص لعيونك بحضر وبخبرك شو بيصير. يا ريس اعتقد ان هذا الرجل فقد الذاكره. يعني انا بعد كل المجهود والخطط اللي عملتها دي وفي الاخر يطلع فقد الذاكره ومجهودي كله يروح في الهواء؟ ها لقيتها طرزان. عايزك تعمل لي شعر زي شعر الراجل ده وتتصرف تجيب لي نظاره زي اللي لابسها دي بالظبط. يلا. تمام يا ريس. تمام. صحيح انا كمان هبقى محتاج البس تيشيرت سوق ميجا تكنو زي اللي هو لابسه ده. كده حلو قوي. وكده بقى انا ضمنت ان التلفزيون بقى بتاعنا خلاص. ممكن تفرجوا عني بقى؟ اصطدت كلب البحر لوحدي، مش ممكن اسيبه قبل ما افرج الدنيا. بابا شوف هدول اخذوا المكان حقنا، ايش حنسوي الحين؟ انا عندي خطه. في نيزك جاي. اوه الكل يهرب بسرعه. بسرعه يا جماعه انفذوا بجلدكم، النيزك هذا ممكن يدمرنا كلنا وهيطيع في وسط المعسكر وما احد راح يلحق يجري منه. اهربوا. وعلى فكرة هذا كمان أكبر نيزك في العالم. أيوة هذا نيزك مرة ضخم، كله يهرب بسرعة. يلا بسرعة روحوا على بيوتكم، أنتوا لسه واقفين هنا؟ شوفوا قرب. فلافيلو فلافيلو يلا تعالى. كرمبر كبوم شمبورت. ايش يعني شمبورت؟ يلا بينا نمشي من هنا. فلافيلو 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 هدول راحوا. بحاول اعيش دور النيزك وتقمص الشخصية. يا سلام على شري لما يشتر، شرير وخطير، انا اللي ما فيش زيي. تلالالالالا. ها؟ عارف؟ بتعمل ايه انت على طول تايه كده؟ عارف مين؟ ايه عارف؟ معلوم انا عارف صح. المهم خد الجردل ده ونظف المحل كويس. مش مهم، ركز يا قرصان وما تتعصبش مهما حصل. شش بص هنا، التلفزيون الهدية ده محطوط فين؟ كاهو التلفزيون معلق هناك، علقناه في السقف عشان ما حد يشوفه. يلا روح ما بدي اشوفك. خلاص هانت، اول ما المحل يفتح هتبقى بتاعي ونروح سوا. اعملوا حسابكم، فاضل دقايق على الفتح ودخول الناس. خلوا بالكم أول ما الأبواب تتفتح نظموا الناس، ما تخلوش كذا حد يحاول يدخل في نفس الوقت. تتوقع منو المحظوظ اللي بيفتح الباب استاذي؟ أنت تعال لي هنا. هو أنتوا مش هتبطلوا طلبات؟ ركز يا بابا، بعد شوية هتروح تقف ورا الباب على طول، وأول ما أديك الإشارة بتاعتي دغري هتفتح الباب. تمام يا بابا؟ فهمت فهمت. مش مهم، هفتح الباب واطلع اجري كده، بقيت انا الوحيد اللي عارف مكان التلفزيون. جاهز؟ 3 2 1 افتح الابواب. راحة شوية. وين خبوا التلفزيون؟ ها ليس هنا، التلفزيون كبير، اين سيخبئوه؟ ما تتحركش هنتكشف. شو هيدا يا ابني؟ ها؟ ايه ده؟ ايه؟ المشتري اللي كسب هي المدام الجميلة دي، وكسب التلفزيون آخر موديل بشاشة عملاقة. ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا اللي لقيت التلفزيون ده، ده جايزتي انا مش هي. ما تبقاش ذكي كده، انت موظف بتشتغل معنا هنا، ما ينفعش تكسب، الموظفين هنا ما ينفعش يكسبوا. ولا يهمك، انا مش شغال هنا، واسمي قرصان، انا بس خطفت عارف اللي بيشتغل معاكوا هنا وخدت لبسه واتنكرت فيه. انا قرصان، انا صاحب الجايزه، فاهم يا عم انت؟ هذا هو الرجال يلي خطفني سيدي، كنت ناسي اسمه بس هو هلا قاله. يبدو نسيته مره ثانيه. اقبضوا على هذا المجرم بسرعه. انا ما عملتش حاجه، انا قصدي شريف. اتفضل يا فندم، مبروك عليك التلفزيون الهديه، انت اللي كسبتي. كيف فازت هذه الحرمه بالهديه؟ مستحيل، كيف هذا حصل؟ كان بدي علبه مثل هيدي من زمان، انا كثير على مود. خليني اترك هالتي في هاون، بركي حدا بيحتاج وشو بيعرفني. شو
شوفوا واضح كده ان ممنوع اوقف قدام محل العاب الفيديو. انا حشتري اللعبه وانتوا استنوا هنا في السياره، تمام؟ ماشي، بس حتشتري اللعبه اللي انا عايزها؟ يا سلام، لعبه ايش هذه؟ تحدي العمالقه 2. لا مالي، ابغى حرب الهامور الجزء الثالث. اللعبه هذه ما بيلعب فيها شخصين، حنجلس نستنى الدور. وليش حنجيب تحدي العمالقه واحنا لسه ما خلصنا الجزء الاول؟ الجزء الاول صعب قوي، بيقولوا ده اسهل بكتير. ايش ده؟ تفتكروا ايش الصوت ده؟ تقريبا كده جاي من بطني. في بطنك كربراتير يا عمي فلافيلو؟ بطلت. اوف بقى، كنا اشترينا اللعبه. اسكت يا فلافيلو، السياره خربت وانت تقول لي اللعبه؟ ماذا دهاكم؟ مش عارف انام خالص من صوتكم. رستم باشا، انت ايش بتسوي في السياره؟ يبدو لي انك ما عندكش فكره عن بروده الجو بالليل. يلا انزلوا، خلونا نشوف السياره ايش صار لها وبعدين نروح نشتري اللعبه. عربيتك طلعت عيانة يا درغام، سامع كحتها؟ بس يكفي يا فلافيلو، السيارات ما بتمرض. زوري وجعني مش قادر. بس أنا ما أفهم في السيارات. خلاص إحنا نوديها للدكتور يكشف عليها. أنت عندك حق، يلا نروح لدكتور السيارات، يلا. مو سيارة خربانة يا بابا، كيف حنوديها؟ حنشيلها ونمشي، يلا كلكم شيلوا معايا. يلا امشوا مع بعض. السيارة 34 هاء راء لام. هنا هنا، احنا موجودين. دي المريضة، سلامتها؟ معدتها مرت عورها وكمان ضغطها واطي شوية. ايش هذا السؤال؟ وانا ايش اللي عرفني؟ دكتور انقذ عزوز يلا ارجوك. عزوز مين؟ عزوز، ما تسيبناش يا عزوزي. قوم وقف يا فلافيلو، ايش بتسوي؟ المهم خلونا اكشف عليها، اسمع نفسها الاول. أشغل لك الراديو، تسمعه هو كمان؟ وأنا كمان أخليه يكشف بالمرة على ظهري. إيش بو ظهرك؟ طالع له قطة تقريباً. درغام باشا، بصيت على عربيتك، والغريب إني ما فيهاش أي مشكلة واضحة خالص. طب ليش ما بتشتغل ليش؟ ملهاش نفسي يا ابني. بمعنى؟ يعني هاتوا عربية تانية. طب شوف يا دكتور، أنا عندي في ظهري هنا قطة بتطلع لي بالليل، أعمل لها إيه؟ قول لها بس وبس. يا سلام، الطب بتقدم. فكرت هتعمل ايه من غير عربية يا درغام؟ رح نركب باص يا اخي، ايش حنسوي يعني؟ تركبوا حضرتك يعني زي الحصان يا فندم؟ الكلام جا كده يا فلافيلو، الرحمة يا اخي لا تسوي فيا كده. لو اديتني كل يوم بسكوت صدقني هشيلك على كتافي ومش بهزر. ما في شيء اسمه كده اصلا. الله الله، وفين البروبلم؟ ايش ده؟ السيارة بتبكي يا بابا. لا تطفئ الضوء ارجوك، اني اخاف من الظلام. بس يكفي يا فلافيلو. أشكرك يا درغام. إيش اللي صار؟ ليش تتكلم بالفصحى؟ ركز يا أخي، عشان كده سموها العربية. فجأة ما حسيتش بداخلك شيء محرك. قولي بقى، هتعرف تدوس فرامل على مشاعرك يا؟ وليه منطلق في الزعل قوي كده؟ الواحد لازم يرجع ريفيرس أحيانا. خلاص؟ خلصت كل نكت السيارات حقتكم؟ آخر واحدة، آخر واحدة، عندك رخصة بكلامك ده؟ حلوة مش كده؟ دي مو حلوة. منتهى الإسفاف. آخر اثنين لم يعجبوني. وأنا ما أحبهم، مو مهم، بس لازم تشتغل، أنت تدري صح؟ يا إما حنعيش بدونك. لن أعمل يا درغام، أنا في قمة التعاسة. بس أنت مضطر فعلاً تشتغل، للأسف أنت سيارتنا الوحيدة. لست مضطراً على أي شيء، مفهوم؟ اركنوا على جنب. يا موتر، يا موتر استنى، لا تمشي. لا بابا، تقريبا كذا الموتر زعل مننا وخاصمنا. العربية عدت من هنا، زيت الموتور لسه سخن. ايه يا درغام، عجبك كده؟ احنا اتفقنا على بسكوت كل يوم ولا ايه؟ انا مو متأكد بالضبط، بسكوتة واحدة حلوة طبعا، بس الراحة اللي في سيارتي مو موجودة هنا. ما في مسند للكاسة مثلا. هات امسكها لك. ايه ده، ده عصير. انا هاخد بق بقى، سامحني فيه. بابا بابا تعالوا، لقيت الموتر. اركض يا رستم. ارقص زي الحصان، ارقص زي الحصان يا درغام. انت ايش بتسوي هنا وليش زعلت مننا؟ اتي الى هنا لابكي حالي، كيف عرفتم احوالي؟
هيا أخبروني كيف. شفنا زيت الموتور وجينا هنا على طور. ليس زيت محركي، فكيف وصلتم لنصيحتي؟ قلت لك يا فلفيلو يا أخي لا تسوي فيها ذكي. المهم شوف، أنت لازم يا حبيبي ترجع، الحياة من غيرك صعبة. الحياة هنا صعبة جدا جدا، دعوني في حالي. مو مهم، امشي يا فلفيلو امشي، ما في بيدنا شيء، يلا نمشي. لحظة، سوف أعود للعمل بشرط واحد فقط. استنى يا بابا استنى. هاي سيد موتر آمر، شوف إيش يرضيك ونسويه. ترون السيارة الوردية هناك في ساحة الخردة؟ تكون أختي، وضعوها في الساحة للأسف. أخرجوها وسأعود معكم، وعد شرف. لكم كلمات. رح نطلعها لا تخاف يا موتر، ما في أسهل من كده. مين مشغل هذا المكان؟ النسر قرصان يا درغام وعصبته. نسيت، يا ريتك ما جاوبتني يا أخي. استمر، يلا ادخل أسرع. هاي عليكم. قول. إيش أقول؟ أي حاجة، غني. هوا هوا عالهادي، إحنا سكننا بالوادي، لا مية ولا زادة. يبا يبا. بتقول إيه يا ابن أنت؟ قول عايز إيه يا عم، خلصنا. طيب، إحنا نبغى نشغل السيارة الزهري اللي هناك هادي، بعد إذنك لو سمحت. ده لما السما تبقى تمطر كفته خفيف. كيف؟ ولا اقول لك لما المعيز يطلع لها جناحات وتبقى تطير في دواير. يعني هو قصده يقول لك مستحيل تاخدها ابدا يا بابا. ممكن تمطر كفته عادي، بص السما مغيمه قوي. ليش مستحيل طيب؟ يلا امشوا من هنا يلا، معكوش فلوس وجايين تقولوا لي ما تدينا العربية البامبي اللي موجودة عندكم، مش هتعب نفسي معاكم. يلا يلا طرزان ارميهم برا. انت قصدك مين؟ اوهو، انتوا بتلعبوا في الزبالة من غيري؟ تصدقوا زعلت منكم. ماذا حدث؟ ولا شيء، مو راضيين يعطونا السيارة. عندي حل عشان نقدر ندخل جوا المكان ده. اوه اي 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 ايه رفيق، شوي شوي سوي سرعة، شوي طريق. اوه يا انا يا اما، اوه رجلي انكسرت غالبا، ده انا راجل مسكين، ساعدني ارجوك. هذا واجد مشكل، صبر صبر، هذا كسر بعدين جنجال كبير. اجروا خلاص، ما في كسر بوي، الهين تراك خلي ولي شرطة، نفرات حرامي. كبر شرطة، تحرك أسرع. صباح الفل، إحنا جينا ما تخافيش. خير؟ نعم. مرحبا فيك يا هانم، أخوك أرسلنا هنا فجينا ننقذك من المكان هذا. أخي أنا، أين مكانه؟ عرباوي، ماذا تفعل هنا؟ عرباوي مين؟ قلبي كان حاسس. وين روح؟ الهين انا شوف مني مني. انت بتقول ايه بالظبط؟ نفرات في شيل ترك. ايه؟ مين سرقها؟ شكل اسد ورفيق ملهو. اكيد درغام. دخلوا جوه بسرعه، اجروا عشان نمسكهم. كيف تجرؤ على القدوم؟ دا 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 دا. واضح ان الموضوع كبير. ايش بتقولي؟ اخوك جاء عشان ينقذك. اي انقاذ هذا؟ انا اعمل هنا، تقدمت للعمل مع السيارات القديمة. الزيت بتاعي فين يا بنتي؟ لحظات وسأكون معك حالاً. كيف يعني؟ مو هم خدوكي غصباً عنك وحطوكي هنا؟ لا أبداً، تقدمنا للعمل هنا وقبلوني أنا ولم يقبلوه، فغضب وأراد تشتيت انتباهي. أنا أحق منك بالوظيفة. غيران، وأراك فعلت المستحيل لتشتيت انتباهي. في البداية، لكني حريص الآن على نجاحك، أنت أختنا الصغيرة ونحن نخاف عليك ونريد حمايتك. سامحينا، حياتنا حفر ومطبات من دونك. معليش يعني، بسبب مواضيعكم هذه إحنا مرة تعطلنا، ما يصير كده أبداً. آسفة، تسرعت في قراري معكم، أرجو منكم أن تسامحوا. ايه ارباب ارباب، هذا نفرات حرامي لك. دخلتوا مكاني من غير اذن، انا هوريكوا، مش هتفلتوا من ايدي. اهربوا سريعا، سيمسكونكم. بابا اقلب البراميل بسرعه. يلا يلا نمشي من هنا يلا. اتمنى لك التوفيق، مع السلامه. ما تهربوش. ايه ده؟ مش عارف اقف، انا بنزحلق. انقذوني. اوهو هربنا منهم. يلا بينا بقى نعمل سوا وقفة أبطال في الهواء. ها؟
إيش؟ مو خلاص؟ أنا مش هستحمل أكتر يا درغام. سنظل هكذا؟ ليث، اتصل يا ابني بأمك، خليها تجيب لنا أي ونش. رح نجلس كده كتير. بابا، ما أنا عارف أجيب التليفون. يا فندم، أهلاً يا فندم، انظري فوقك. ما أدري ليش سمعنا كلامك وسوينا هذه الوقفة. أيوة، أنا فعلاً غلطان. وينتهي الماتش بالتعادل، ودلوقتي حنروح على ضربات الجزاء لحسم الموقف. أنا متحمس جداً وهقف جون، حبقى زي النمر. شوطة روعة هتجيك الحين. فرفيلو، لا تتفرج على يدي. عيني بتبص غصب عني يا درغام. يعني أعمل إيه؟ قلت لك خلاص، امسك نفسك ولا تتفرج علي. صديتها صديتها. ليث يا ليث، قفل عيون عمك فلافيلو، لا تخليه يشوف يدي وانا العب. هو مين اللي طفى النور؟ بابا، ما يصير كده ابدا، كده الرجال مو شايف. ايوه صح، طيب انا حبعد عنه شوي وما راح اخليه يشوف من يدي اي شيء يا ليث. تمام. كده شايف؟ ايوه. لا تطالع، قلت لك كده ما راح اصبر. انا مش ببص، عيني اللي بتبص. طيب والحين؟ لا مش شايف حاجه. حلو كده، هلعب ضربه الجزاء. العب برضو، انا صديتها. كذا في مشكله، طالما ماما حطت النور فوق راسها كذا وبتجري، يعني في ضيوف جايين عندنا على غفله. بسرعه 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 بسرعه، فضوا الصالون حالا، اليوم يوم الذهب، الضيوف جايين. لسه حنظف واسوي سلطه وفطير وشاي. يلا يلا يلا، ما راح الحق كذا، والوقت حيجري وانتوا لسه قاعدين. يلا قوموا يلا. يعني انت مو قادره تنتظري لما نخلص لعب؟ يلا تفضلوا قوموا من هنا، قوموا حالا العبوا في غرفه ليث. يلا تفضلوا، يلا يلا يلا. رزان قومي يلا تعالي عشان تحضري لي البصل. ماما، مو شايفه في يدي كتاب الاساطير اليونانيه؟ معقول يعني انت تبغيني اسيبه عشان اقوم احضر البصل مخصوص؟ تعتقدي انت ان هذا ممكن يصير؟ لو ما قمتي على المطبخ في خلال 3 ثواني، ما في معرض الرسم اللي تبغي تروحيه في اخر الاسبوع. طيب عرفتي كيف ممكن يصير لو ما ساعدتيني؟ ما صدقنا شي العنوان، وشلون الاسره مالك؟ يا وين الحلقه؟ المسلسل مره حلو، ادمنتوا. ايش رايكم بالاكل يا جماعه؟ عجبكم؟ هاي السلطه كتير حلوه، فيكي تعطيني الوصفه تبعيتها؟ لا تحلمي. ليش؟ ايوه طبعا، ما هعطيكي هي اكيد. ليش اعطيكي هي يعني؟ اتعبي شويه كده ولا تتعودي على الجاهز. جبت الذهب مال الشهر حقي، تفضلي. يبا، وهذا ذهبي وهذا هو شهري. يا بيرين، هو ليش شكله غريب؟ نعم، خرجت من البيت سريعاً ولم أستطع المرور على الصائغ، وجدت هذه في البيت فأحضرتها وأتيت. طيب بس هذه مكتوب عليها أشياء غريبة، مو كذا؟ هذا ما هو ربع الذهب اللي بنشوفه دايماً. أتقصدين أنها من الأشياء التي وجدها شيحا ولم يبلغني بها؟ تمام، حنلعب دوري صح؟ إيوة إيوة. تلعب أنت كمان يا حنان؟ ما رح ألعب يا عمو، وعلى فكرة اسمي مو حنان، رزان. بس شكلك يدي على حنان. ايش تبغى تقول؟ كده يعني شكلك شبه حنان، صدقيني. مثلا الولد ده شكله ثروت قوي، ثروت قوي يعني، ما ينفعش يبقى غير كده. بس هم سموه ليث، شكله مش مدي على ليث خالص، وده كمان تحسي ان شكله كامل خالص قوي في نفسه. خلاص يا فلافيلو، ممكن تسكت شوية؟ فين اليد التانية؟ صراحة نسيته تحت. طيب روح جيبه وتعالى، ولا انزل انا اجيبه ولا ايش؟ حاضر. وانا كمان شكلي مش فلافيلو مثلا، عبد الشكور لايق عليا قوي. عبد الشكور. ايه ده؟ المكان شكله زي الصاغة. بابا الحق ماما، هي وصاحباتها صاروا ذهب. حلو قوي، بقينا اغنية. يلا بقى نروح نبيعهم كلهم. بس يا فلافيلو، ايش اللي بتقوله ده؟ اليوم الجمعة وللأسف الصايغ مسكر. مرة غريب، دقيقة واحدة؟ كده فهمت، ميداس. ايوه ميداس. مين ميداس هذا؟ ايوه هنا، ميداس هو اللي بيحاول أي شيء يلمسه الذهب. ها؟ ايش هذا الشيء؟ لا 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 تلمس الذهب هذا يا ليث، أرجوك. ليش يعني؟ طيب الذهب هذا غامض. غامض إزاي؟ أيوة، حكيم يوناني قديم زار الملك ميداس وتأثر بكرم ضيافته، وطلب منه إنه يتمنى أمنية واحدة بس. أتاري آخر موديل؟ لا، ميداس اتمنى إن كل شيء يلمسه يتحول لذهب. طبعاً أمنيته تحققت. لو لمس أي شيء؟ أي شيء يعني؟ أي شيء؟ أيوة. حياته كانت صعبة أكيد. طيب ولو حب يحك خشمه إيش كان بيسوي؟ ممكن كان بيجيب أحد يحك له خشمه. أنا ما حدش يهرش لي خرطومي أبداً. دقيقة بس، أعتقد عمو شيحة زوج تنبيرين عالم أثار، يمكن هو اللي يقدر يعرف سر الذهب واللي حصل هذا. في حل واحد بس عشان نحل اللغز ده.
احنا المحققان العظيمان. ايوه عظيمان. راحوا فين دول؟ هاي استنوا اصبروا، ما رح تعرفوا تحلوا اللغز من غيرنا. ورايا فلافيلو. استنى ناخد حتتين بسبوسه وكنافه من هنا ينفعونا. هنا هذا هو العنوان. الدنيا بتمطر مخدات. امشي يلا. ايش هذا؟ فانيلا درغام. فانيلة مين يا فلافيلو؟ لازم نحل اللغز هذا. كده جه وقت العدسة المكبرة وهنبتدي الشغل على كبير. اسف لا مش دي، شكلي خدت المنظار بالغلط. اين هو؟ اين؟ هذه الاشياء كلها من اين جاءت؟ تعبت. حضرتك كنت بتدور على هذه؟ ها؟ ذهب ميداس الملعون، من أين حصلتم عليها؟ المفروض تسأل طنط برين. حموشيحة، كل الحريم صاروا ذهب. معقول؟ هذه قطعة الذهب التي وجدتها وأنا أحفر وأحضرتها هنا مخصوص لأجل إخفائها، لكن زوجتي فتشت وأخذتها. ما نبى نعرف أنت جبتها من فين، بس عرفنا كيف نتخلص من اللعنة. ثانية واحدة، لو كانت لعنة الذهب ظهرت هكذا فيمكن أن يكون معناه خطير جدا. إيش؟ إيش يعني؟ انت ليش تطالع فيا؟ ايش فيه؟ قول يلا ايش فيه؟ في شيء في خشمي؟ حراس الذهب قادمون. ما دام ما عندنا العدسة يصير خلاص نتصرف بالمنظار. ازاي يعني؟ كده يا حبيبي، المنظار ايش بيسوي؟ بيورينا بس الاشياء البعيدة قريبة، واحنا هنودي الفانيلا هذه بعيد شوية وحنشوف من المنظار كأننا شفناها من قريب. انا عقلي وقف دلوقتي. طيب انت خذ الفانيلا هذه وامشي بعيد، اركض اركض اركض. ايوه تمام كده، انا كده شايفها اوضح. فانيلا بيضة. خلي المعلومة هذه في مخنا، وشايف اثنين عساكر الذهب جايين يركضوا علي. عساكر الذهب قادمون لينتقموا. يا لهوي، فلنهرب من هنا، اركبوا سريعا. مش هيمسكنا. ممكن يا جماعة أحد يشرح لنا إيش اللي بيصير هنا بالضبط؟ سأشرح لكم. بصفتي محقق عظيم بشرح لكم. عساكر الذهب هادول جايين في مهمة رسمية من بلوتو، موضوع مرة واضح. أما المهمة الجايين عشانها ياخدوا فانيلاتنا عشان فانيلاتهم خلصت. ما أدري من غير إيش كنتوا بتسووا. اتفضل اشرح يا عمو، سامعينك. الأسبوع الماضي كنا نعمل في بيت ميداس ووجدنا صندوقاً كبيراً مغلقاً، أخذته للمتحف حتى أسلمه، لكن برين أخذت الذهب الموجود بداخله، وفي اللحظة التي لمسته فيها انتبه عساكر الذهب من جديد وجاءوا لينتقموا. لا أصدق كل ما يحدث بسببها. تمام متفقين، ما هذا هو اللي أنا قلته يا بابا. طيب هسأل أهم سؤال الحين، إحنا كيف حنرجع الحريم لحالتهم الطبيعية من دون أذى؟ إجابة هذا السؤال في مكان واحد، تمثال ميداس العظيم. ما تشغلوا الدفاية شوية، خلاص قربت اتجمد. خليها على ثلاثة. وصلنا، إنه المكان الذي وجدنا فيه الذهب. فلافيلو، الرجال هذا شكله أذكى مننا، وإحنا المحققان لازم نحل هذا الموضوع. فاهمني ولا فهمك عطلان كالعادة؟ وعشان كده لازم نسوي شيء مو متوقع نهائيا. ودي حاجة ما حدش يتوقعها أبدا. أيوة إحنا أذكياء. ماذا يفعلون هنا؟ لا تركز معاه أبدا، إيش حنسوي الحين؟ فلنذهب ونعثر على تمثال ميداس. أوف على الحظ، هدول وصلوا لنا، هم أكيد ماشيين ورا الذهب. اقفزوا وابحثوا عن التمثال تحت. حاجة مرة غريبة، في آلة العمل العمليات الحسابية وعليها أرقام مرة كثيرة. خلينا نشوف في إيش كمان. يا على الحكمة، الناس القديمة دي كانوا أذكياء قوي. تعالوا هنا، شوفوا شوفوا، أثر تاريخي مرة مهم وراح يفيدنا، آلة حساب مرة متطورة يا عيال. بابا هذه مجرد آلة حاسبة. إيه الكلام ده؟ هي الناس القديمة كان عندها آلة حاسبة زينا؟ هذه حقت أحد علماء الآثار اللي بيشتغلوا هنا، سيبوها الحين، لازم نلاقي تمثال بسرعة. هذا صحيح. التمثال. بابا أنت عظيم، لقيت التمثال أخيرا. أنا قلت لكم أنا محقق عظيم وشايف شغلي صح. إيش المكتوب؟ هذا بلغة تانية. وسعولي، أنا أعرف لغات كتير، منها الجزائري. سافا، يعيتولي فلافيلو، وإيش رأيك يا أخوه؟ لا أصدق إنكم وجدتوا التمثال. شوف الرجال دخل بالسيارة كيف،
بعدين يقول لك لقيت التمثال. لأغلق الفتحة بالشاحنة فنستطيع إيقاف عساكر الذهب. ما المكتوب؟ من سيحاول أخذ الذهب ويحاول لمسه سيخسر باللعنة غده وأمسه. إيش يعني؟ يعني إحنا لازم نحط الذهب مكانه. إيش اللي بيصير؟ السيارة بتصحى يا درغام. لا، إنهم عساكر الذهب يريدون الدخول. عساكر؟ إيش حنسوي الحين؟ إحنا عارفين إيش حنسوي كويس، عشان إحنا هنبقى أحسن مخبرين. خذوا هذه سريعاً، ابدأوا بالحفر. علينا دفن التمثال لنكون في أمان. معايا فلافيل، وشد حالك معايا. انت شكلك كده ما اكلت كويس. بسرعة، يلا بسرعة. اقترب من قبلك. مو قادر. وخر يا فلافيل وخر. ايه ده؟ دول جايين يا درغام. هيا ادفعوا معي بكل قوتكم. كأنهم بيحدفوا حاجات. وخد بالك يا درغام، ماني قادر اتحمل. باي باي. الحقونا. ما الذي حدث؟ يلا بسرعة. أسرع أسرع. نجحنا نجحنا. إحنا نجحنا، قدرنا نشيل اللعنة. سأشتري سيارة جديدة غير التي دمرت. ليس بمشكلة، أنتما رائعان جدا. أشكركما على إنقاذ حياتنا. إحنا بنشكرك جدا يا شيحة بي. إحنا كلنا مرة نحبك ونحترمك ونحترم حبك لشغلك. كده ولا إيش؟ أيوة طبعا، تقدير تخين أوي. شوفي بكفي هيك، لساتك ما بدك تعطيني الوصفة تبعك لهلا؟ لا ما هعطيكي هي، ما هعطيكي هي. ارفعوا رجولكم، ارفعوا ارفعوا ارفعوا. نزلوا، تمام. ارفعوا رجولكم تاني بسرعة. لا خلاص، نزلوا رجولكم، نزلوا. سرحانين في اللعبة لدرجة انهم بيسووا كل اللي بقوله. درغام، حط رجولك في وجه فلافيلو يضحكوا. تمام تمام، شيل شيل شيل، كافي. جد انا ماني مصدقتكم، مستسلمين للعبة بشكل فظيع. أنا ماني فاهمة هم ليش مركزين كذا، محسسني إنهم رح ينقذوا العالم. خلصنا اللعبة، إيش اللعبة الجاية؟ حنلعب الجزء الثاني من لعبة الانتقام من كوكب المصارعين الأشرار. يلا جيبها. لعبة كوكب المصارعين الأشرار. أرجولي. أنا خلاص صرت ضحية التنظيف. فلافيلو، إيش بتسوي عندك؟ برسم حاجات على الجبس. قصدك ان هذه انا؟ شفتي؟ طلعت شبهك بالضبط. انت عارف ايش المشكلة؟ ان الضيوف جايين بكرة وانا لسه ما خلصت تنظيف ورجولي تعورني. ايش حنسوي الحين؟ لازم احد فيكم يكمل تنظيف. اتأخرت على المدرسة، باي باي. وانا لازم اروح لانه عندي مشوار ومو متذكر فين. وانا كمان لازم امشي عشان اروح واعمل بلا 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 بلا. تقول رايح تسوي ايش؟ احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربتاتة. بابا، ما بقي احد غيرنا. ايش رايك العنود تنسي التنظيف الحين بس؟ خلاص صرت أكره أشوف السطل أو المساحة. أنا نفسي كل المساحات والجرادر والمكانس اللي حولنا تختفي من العالم كله. واو، السما تمطر. يلا ندخل جوا الحين. يا سلام، انحبسنا برا. يلي جوا، افتحوا الباب يا جماعة، افتحوا لنا الباب. شوف هذه. استنوا شوية. دوس دوس. شوف هذه. استنوا شوية. جدني فكرة حلوة، احنا نرمي الحجر على القزاز عشان يسمعونا ويفتحونا. انت اذكى ولد، يلا بسرعة.
استنى يا بابا، هذه مرة كبيرة. أنا فين؟ آخر شيء أتذكره إن في شيء طاح على راسي وجالي إغماء. مين هذول؟ هي انظروا، هناك شخصان، أمسكوهم سريعا. جايين يساعدونا. هاي احنا هنا، احنا هنا. احنا مو هنا. امسكوهم، اركض يا ابني، امسكوهم سريعا، امسكوهم. الآن سنذهب إلى القلعة حتى نقدمهم هدية للرئيس غوريلا. ما هذا؟ الكل يقف سريعاً! ماذا يحدث؟ هذا هناك! ماذا رأيت؟ رأيت ما لا يراه أحد. انظروا، وجدت موز كثير جداً. أوف! هذا حلو جداً! أنا لا أتحمل! هجوم! اجروا بسرعة! ما هذا الموز الغريب؟ غريبة، لما لا يؤكل؟ أنا لا أفهم. موز لعبة؟ يا خسارة، بلاستيكي الصنع. يلا بنزين واجري، اجري! تمام، كده يبقى بعدنا عنهم جدا. أنا تعبان. الشارع ليش صار شكله كده؟ وأنا ليش ماني متذكر أي شيء؟ كل حاجة بدأت بعد ما انتوا اختفيتوا على طول. بعديكوا كل المساحات والجرادل والصابون اللي حوالينا اختفوا، ومن ساعتها والدنيا مش نظيفة كده. احنا صارنا قد ايش مختفين؟ تقريبا هما يومين بس. يومين؟ الدنيا تحولت لهذه الحالة في يومين؟ دقيقة واحدة بس، بيتنا فين راح؟ تادا! هناكل من هذا مرة تانية؟ هدول يومين بس، أبغى أعرف كيف كل الأكل اللي في البيت خلص. هو كان في أكل أصلاً، طيب ليش ما حد قال لي ساعتها؟ بابا وليث جم. طيب فين ماما؟ ماما اختفت هي كمان يا جماعة بعد ما أنتوا اختفيتوا. يلا يا حبايبي، طبخت لكم كوتش. كفر يعني، ايش اللي صار لجدك؟ صار غريب من ساعة ما اختفيته، وصار يطبخ أشياء غريبة. يعني هذا اسمه كوتش على البخار. يلا يا شباب، ايش بكم؟ انتوا ليه واقفين كده؟ تفضلوا. يا دي الحظ، هذول وصلوا لنا. خلاص يبقى نهرب بسرعة. لا، ايش حنسوي؟ يلا اخرجوا من الباب اللي ورا وانا راح أأخرهم. المفروض إني أعطلكم شوية، وعشان كده راح أقول لكم نكتة مرة حلوة حتعجبكم. كان في مرة اتنين قاعدين على قهوة، واحد قال للتاني هم خرجوا من هنا، من هنا. كيف رح نهرب من هنا بدون سيارة؟ عندي فكرة عظيمة. يلا نركب الدودة العملاقة، هي اللي هتنقذنا. هي دي ما كانتش فكرتي، بس دي فكرة منطقية قوي. منطقية أكتر؟ انتوا ايش صار لكم يا جماعة؟ ايوة، ولازم تسمع كلامنا. احنا الثنائي العظيم. كله يستعد بسرعة. هو اي حد فيكم يعرف ايه هي الطريقة اللي بننده بيها على الدودة العملاقة؟ هنرقص ونتنطط واحنا بنقول لومبا لومبا. انا كان في دماغي حاجة تانية خالص، بس اللي قلته ده يبدو انه منطقي اكتر. لومبا 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 لومبا. يلا بقى قول معانا يا عم درغان، ده انت هتنبسط قوي. لومبا لومبا، انا ليش اسوي كده؟ قوة الدودة. يلا يا دودة يا عظيمة، خرجينا من هنا بسرعة. ايوه يلا وصلنا يا بهوات، يلا كله ينزل. احنا متشكرين جدا يا دودة، لما نحتاجك هنندهلك. يلا ننقذ ماما عشان انا خلاص قربت اتجنن. شا شا شا.
ماني فاهمة انتو كيف خربتوا وهرجلتوا المكان بسرعة كده. انا كان نفسي بس المساكين هذول يجلسوا في مكان انظف من كده، بس المشكلة ان المكان هنا ما هو راضي ينظف ابدا. سلمت يدك يا عنود هانم، اتعبناك معنا جدا، المكان من غيرك لا يطاق. ايش في هنا؟ ركزي يا العنود، انا ضرغام. ضرغام انت وحشتني. هدي صوتك شوية. ما هذا الصوت المزعج؟ يا حارس تعال وانظر ما يحدث. أنا حارس الممر يا زعيم، استدعي غيري. أنت يا بني لقد رن جرس الحصة. أنتم ماذا تفعلون هنا؟ إحنا بنبيع حلل، تحب تتفرج؟ أيوة، إحنا شغلتنا إننا بنبيع شبابيك، تبص منها على بره. اسمعوا، هؤلاء من قدموا لنا الموز البلاستيك، أمسكوهم سريعا. يا والي، يلا اركضوا بسرعة شوية. هيا أمسكوهم سريعا، لا تتركوهم يهربون. المكان ليس نظيفا بما يكفي، أمسكوا بالعنود لتنظفه. اهربوا. أنا آسف يا العنود، كل اللي قاعد يصير هذا بسببنا. كيف يعني؟ لما خليتينا ننظف البيت تعبنا من التنظيف ومرة عصبنا، وتمنينا ان كل المساحات والسطول تختفي من الدنيا كلها. انا اسف عزيزتي، ارجوكي سامحيني. وانا كمان، سامحيني يا ماما. وانتي ما تسامحينيش يا عنود. يا ويلي، هدول مرة قريبين. ضرغام ايش حتسوي؟ أنا عندي خطة مجنونة وحنفذها. دودة رح يجي هنا الحين وحينقذنا كلنا. شمبر 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 شمبر. استنى، ما تقولش كده أبداً. شمبر 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 شمبر. إيش هذا؟ فين دودة الكبير؟ ما أنا حذرتك يا ضرغام، كان المفروض ترقص وتقول لمبع لمبع، إنما شمبر شمبر هتزعلنا قوي. عنكبوت عنكبوت. عزيزي ضرغام، انت كويس؟ انا في البيت والبيت نظيف. ماني مصدق، يعني ما في قرود هنا؟ ضرغام تجنن خلاص. هي وخروا بعده، لازم انظف التراب. وخر وخر. لازم انظف التراب. ما يصير اخلي تراب مره ثانيه. ماما شوف بابا صار مره غريب. عادي سيبيه ينظف وما حد يتدخل. يلا نرقص ونقول لومبا لومبا والنادي على دودة. ايش؟ بضحك معك. ايش؟ بتقول انك صرفت كل الفلوس اللي اعطيتك اياها؟ جبت جويستيك فيه مميزات مرة خطيرة. جويستيك؟ جويستيك بكل الفلوس اللي معاك؟ ايوه. يعني انت فعلا صرفت كل الفلوس اللي اعطيتك اياها على جويستيك فيه مميزات جديدة؟ ايوه. انت ابني حبيبي، تعال نلعب بسرعة. أنا مرة مبسوط. إيش حنلعب؟ صيد الغيلان. إيش يعني؟ هذه لعبة جديدة يا بابا. حلو، بس الرجال اللي باع لي الجويستيك هذا قال لي إن في ميزة مرة خطيرة وهو مو عارفها. إيش هي؟ إيش هي؟ ما أنا قلت لك إنه مو عارفها. أحب الغموض، أحبه. أوف، شوف الجرافيكس. هات أنا حلعب أول. يلا قربت تفوز. يلا اتبقى مرحلة واحدة. لعبة حلوة. بابا انت رائع. انتبه يا ابني، كده خربت الجويستيك. لا يا بابا، غالبا هذه الميزة اللي الرجال ما كان يعرفها. احنا فين يا بابا؟ احنا كده في رحلة، يلا تعال نتمشى. لعبة جديدة وثلاثة ادوار. بابا بابا احنا جوا اللعبة. لعبة ايش؟ جوا اللعبة، احنا جوا اللعبة، احنا في لعبة صيد الخيلان. انتبه شوية بابا. ايش في؟ بابا ايش في يا ابني؟ اجري. أرجوك وخر عني، لا تأكلني. أنا عايش؟ أنا عايش؟ إحنا وين الحين؟ رجعنا لنفس الرحلة، تعال نتمشى تاني. كده أنا فهمت، إحنا في اللعبة وخسرنا حياة واحدة يا بابا، والحين بنرجع تاني من مكان ما بدأنا. فهمت؟ يعني كله حينعاد من الأول مرة ثانية. بابا
يلا بسرعة تعلق في غصن الشجرة. ليش؟ اسمع كلامي بس نط لفوق. هوب يلا انزل. ما هذا؟ ما الذي فعلتوه؟ مرحبا. احنا اسفين طحنا عليكم من الشجرة. احذروا. لو سمحتم تفضلوا. انت حتطردني كمان؟ لا اعرف، ما رايك انت؟ ماني عارف، انت ادرى. اعتقد يجب ان ادفعك. لا اريد رؤيتكم، انتم تضيعون وقتنا. على الاقل وصفوا لنا الطريق، كيف نروح وسط البلد او حتى فين اقرب موقف للباصات. موقف باص؟ يا بابا سيبك من الباص الحين، شوف يا أستاذ. للعلم فقط اسمها السلطانة فاطمة، إنما أنا اسمي أبو شنب. وأنا اسمي ضرغام. أوف، المملكة كلها تدمرت بسبب العملاق الشرير، الناس خائفة جدا، والأمل الوحيد هو أن نذهب لننقذهم، ولكن أنتم تقفون في طريقنا، لا أستطيع تضييع الوقت معكم. هيا يا أبو شنب، علينا الذهاب للحكيم. أمرك يا سلطانتي. أنا مليت، يلا يا ولدي نوقف تاكسي عشان يودينا البيت. يا بابا افهم، إحنا جوا اللعبة الحين، لازم نلاقي طريقة تخرجنا من هنا. من هنا؟ لا من هنا. من هنا؟ لا من هنا. عمي فلافيل ورستم باشا، أنتم إيش بتسووا هنا؟ إحنا في حلمي أنا، يبقى أنا اللي عارف الطريق منين. يا رستم باشا، هذا مو حلم أحد يفهمني. لو ده مش حلم، يبقى أنا لابس بيجامة ليه؟ وإيش العلاقة بس؟ هو لازم في الحلم تكون بالبيجامة؟ تعالوا من هنا. إيش فيه؟ مزرعة البسكوت. ما في شيء اسمه مزرعة بسكوت، وصدقوني يا جماعة إحنا ما لنا في حلم. خلاص يبقى اقلع البيجامة بقى. أنا ماني فاهم إيش اللي بيصير بالضبط، كل الناس صاروا جوا اللعبة يا بابا. لعبة؟ أنهي لعبة؟ لعبة صيد الغيلان. بحب اللعبة دي قوي. إيش ده؟ هو أنت كمان بتلعبها؟ أيوة طبعاً، وفي مستوى مش عارف عديه بقالي كتير. طيب يلا قول لي إيش هو المستوى؟ هربت من العملاق الشرير، والمفروض أروح الجبل اللي عايش فيه الحكيم. أها فهمت، تمام خلاص، الحكيم اللي راحت له السلطانة إحنا كمان لازم نروح عنده. أها وفين الحكيم؟ في الجبل هذا. يجب أن يكون الحكيم هنا. يا حكيم مارومار، أين أنت؟ خبروني شلون فيني ساعدكم. مساء الخير يا حكيم. مساء النور يا ابني، تفضلوا أعمل لكم شاي. شكرا، لا تتعب نفسك. شو طلباتكم يا أولادي؟ عندي أدوية متطورة، في إلك دواء عندي بيخليك تختفي، وفي دواء نازل جديد بيخليك تطير في السماء، أما هاد دواء بيخليك كتير بطيء، بس مو بقيان منه غير وحدة. بصراحة أنا كنت تركه إلي، بس أنتو مغرب. أيها الحكيم مارو مار، دعك من هذا، أنت بالتأكيد تعرف لي ما نحن هنا. لا ما بعرف. كيف لا تعرف؟ ألست الحكيم الذي يعرف كل شيء؟ لا أنا طبعاً أنا بعرف أكيد ليش إجيتوا، مشان شو كان اسمه معجون الأسنان تبعكم خلص، هذا النوع كتير حلو، تفضل يا ابني. يعرف بالتأكيد. هذا ليس وقت المزاح، نحن هنا لتخبرنا عن كيفية التخلص من العملاق. أنا ما بعرف، خلصنا مزحات المعجون، إذا كان هيك راح أفتح كتاب المعلومات تبعي، وراح أحاول أشوف لكم إجابة على سؤالكم هاد. لقيتها. اسمعوا إيش مكتوب هون، الحل الوحيد لنتخلص من العملاق الشرير هو تجميع 100,000 عملة ذهبية رسمية. 100,000 عملة ذهبية رسمية؟ الشخص اللي راح يجمع 100,000 عملة ذهبية أمنيته راح تتحقق. جمعي وتمني وكل اللي بدك إياه راح تلاقيه تحقق فوراً. يا عمو الحكيم، يا عمو الحكيم. انت ليش بتصرخ؟ اصله عجوز قوي ومش هيسمعني. يا عمو الحكيم، يا عمو الحكيم، يا عمو الحكيم. لك عيب يا ابني، لا تعيط هيك، شو رأيك تجي لهون وتحكي جنب ابني؟ انا كويس، تسلم. ما الذي يقوله؟ ولك عم قلك لا تعيط، هي مغارة فهم، ليش انت هيك جاهل كتير؟ عملتك ممكن المغارة تنهد فوقنا. هو انت عندك بسكوت جوه؟ بسكوت جوه. انسوا البسكوت الحين، المغارة بتنهار، اهربوا بسرعة. هربوا هربوا بسرعة. المغارة الكبيرة وقعت علينا، كله بسبب البيل اللي كان عمال بيزعق. أنتم تظهرون في كل مكان، أنتم تعطلونني، أنتم تفكرون في أنفسكم، أنانيون. إحنا مو أنانيين، إحنا بنحاول نرجع بيتنا.
لن تضحك علي. هيا يا أبو شنب، علينا تجميع 100,000 عملة ذهبية. زي ما سمعتوا، لو جمعنا 100,000 عملة ذهبية هتتحقق أمنيتنا. بسبب أمنيتكم الحلوة اللي تمنيتوها هديتولي المغارة تبعيتي، راح أدور على مكان تاني أعيش فيه. كيف يعني حنجمع 100,000 عملة؟ هم حيطلعوا على الشجر؟ إيوة بيطلعوا على الشجر. كيف ده؟ بابا أنت نسيت؟ إحنا جوا اللعبة، ودايما جوا اللعبة كل شيء راح ندوس عليه راح يتحول لعملة ذهبية. إزاي؟ صخرة تتحول لعملة ذهب؟ جرب وشوف. تحولت لعملة؟ يلا نبدأ يا جماعة. أنا حموت من التعب، تجميع العملات صعبة قوي. تمام، طيب يلا نشوف كم جمعنا إلين الحين. إيش؟ 99,999؟ بقيلنا واحدة بس؟ ما في شيء يتبقى نحول العملة، إيش بنسوي الحين؟ بقيلنا واحدة، إحنا محتاجين عملة ذهبية واحدة بس. ما نجمع فلوس من بعض ونشتري عملة ذهب، أنا معايا حبة فلوس. عمو فلافيلو ما يصير الكلام هذا هنا. يجب الضغط على هذه لنجمع 100,000 عملة ذهبية. نعم جيد، جمعنا 100,000 عملة ذهبية. نعم يا أبو شنب، وبما أننا جمعناهم فعلينا الذهاب الآن لننتقم من العملاق. يا دي الحظ، هم اللي أخذوا آخر عملة. هيا يا سلطانة، تمني أمنيتك الآن. أمنيتي أن يحبس العملاق في قفص كبير. لقد ربحنا. كنت أتمنى إن السماء تمطر بسكوت كتير. والآن حان وقت معاقبة العملاق الذي تسبب في كل هذه المشاكل. هذا في خشبة دخلت في رجوله، أنا رايح أساعده يا بابا. انتبه على نفسك يا ابني. لحظة، ما الذي تفعله؟ راح أطلع الخشبة. ماذا فعلت؟ العملاق يهرب. اهدي معالي السلطانة، يمكن كان قاعد يسوي كل هذا، يمكن كانت في خشبة في رجوله بتعوره مرة. مش معقول الولد ده طالع لي محترم زي بالظبط يا جماعة. ابني حبيبي يا جماعة، هذا ولدي، هذا الشم من ذاك الأسد. أنا آسفة لأني قلت أنك تفكر في نفسك. ما في مشكلة، مساعدتك للعملاق تصرف عظيم جداً. ساعات الحقيقة بتكون غير الظاهر لينا، عشان كده ما يصير نحكم على الناس بسرعة. يلا يا ابني اتمنى نرجع للبيت. اتمنى اننا نرجع البيت. باي باي يا سلطانة. مع السلامة. على موعد مرة قادمة. اكيد رح نرجع. وصلوني في طريقكم. يا ريتنا خدنا معانا اكل، هنجوع في الطريق. خلصنا اللعبة أخيراً. أمنيتي تحققت ورجعنا البيت. ها يا عيال، كنت مستنيكم من بدري، شوفوا إيش جبت لكم. بينكي بانكي. إيه؟ أوه، الجويستيك الجديد هذا رهيب مرة. لا يا جدو، الجويستيك هذا خربان، لا تلعب بيه، اتركه مكانه. بابا لا. شوفوا بقى يا حبايبنا، زي ما انتوا عارفين ان النهاردة مدرستنا الجميلة بتحتفل معاكم بعيد الأب، وعشان كده احنا النهاردة دعينا أبهاتكم علشان يشاركونا. يلا بينا نتعرف على الأبهات. اتفضل حضرتك، هنبدأ بيك. أهلا يا ولاد، أنا اسمي برهان، أنا أبو عدن، بشتغل مغني مبدع جدا وبعشق كمان. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا انت بتعمل ايه؟ اسف يا بنتي، اصلي اندمجت شويه. تكبوبو. شت فلافيلو، انت ايش اللي بتسويه هنا؟ ايه انت نسيت ولا ايه؟ انا بشتغل هنا عامل نظافه. لا ما نسيت، بس ايش اللي موقفك هنا؟ يلا روح بسرعه مسح الممر. مستحيل، شايف الولد الشقي اللي هناك؟
أنا عارف حركاته، بيعمل نفسه ما بيرميش حاجة، بس أنا شايفه. يا ابني ما ترميش حاجة، ده لسه غالبني في ماتش الباسكت وإحنا في الفسحة، ودلوقتي بيعمل تمرين بالزبالة عشان ماتش العودة، بس مش هيقدر عليا. شكراً يا برهان بيه، كفاية كده. ودلوقتي جه وقت نتعرف على نمر بيه، بابا صاحبكم اللي بتحبه دينيز. إيه هذا أبوي؟ شيكو هذا أبوي. أنا اسمي نمر، أشتغل ممثل، بس هم أكتب وألف موسيقى وبعد عندي كافيه. باختصار جدي فاهم بكل شغلة شوي. باباك رائع جداً، يفعل كل شيء. إيه طبعاً يبا، سولف لهم على المرة اللي أنقذت فيها عائلة البقر اللي كانوا بيموتون. يا يبا، ليش تبالغ وايد؟ أنا بس أنقذت 12 بقرة كانت تشب فيهم النار في حريقة كبيرة صارت يمنا، وإيدي كانت مكسورة، بس هم هذا ما فرق وياي بشي بعد. لا، بعد ما قلت لكم أنا أنقذت ريال المطاف اللي انحبس بالحريق. يا سلام. أنا أحياناً أصير بطل، وهذه شغلة بجيناتي. أنا فعلاً مبسوط جداً إن بطل زيك شرفنا النهاردة، ودلوقتي إحنا هنتعرف على درغام بيه ويبقى بابا صاحبكم ليس. جا دوري، أنا جاي دالحين. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. من فضلك عزيزتي، ممكن شوية ملح؟ تفضل يا عزيزي. ها، قل لي يا ليث، كيف احتفلتوا بعيد الأب في المدرسة ولا تخبي علي؟ كان كويس، تقريباً كويس. طيب كويس. انتوا سمعتوا عن معسكر الآباء والأبناء اللي حيسووه آخر هذا الأسبوع؟ لا، أنا ما سمعت عن شيء زي كده، شيء مرة غريب. هذه مرة حلوة، رح نتزحلق بالسطل في الثلج. مرة حلوة. إيش؟ ما رح تزحلق بالجردل. أنا مرة مبسوطة يا درغام إنكم رح تقضوا وقت مع بعض. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. أنا إيه اللي طلعني هنا دلوقتي؟ عندهم بقلاوة هكل حتة. يلا نبدأ حبيبتي. ليش جيت؟ اليوم معسكر للآباء والأبناء بس. ما تنساش يا درغام إن أنا بشتغل في المدرسة دي. إيش تشتغل؟ أنا المسؤول عن سلامة الأولاد. ممكن لا تألف؟ تمام، خلاص هقولك على الحقيقة. أصلا أنا دخلت زي ما تقول في تحدي مع الولد الصغير الشقي ده، هنتزحلق بالطشت على التلج، واللي هيخسر يعزم التاني على ساندويتش سكو. أصدقائي الحلوين، أهلاً بيكم. إحنا هنحتاج حطب كتير علشان ننور بيه المعسكر بالليل. إيه رأيكم حول تجميع الحطب لمسابقة صغنونة؟ وهتبقى فرصة علشان نتعرف على بعض كويس. أكيد جاهزين، المسابقات هذه لعبتي. تمام، يبقى أكتر أب وابن هيجمعوا حطب هم اللي هيكسبوا المسابقة بتاعتنا. يبا لازم نفوز عليهم. حاضر يا ابني، أكيد رح تفوز. قوة الفاس. ترغم بيه؟ ده مش فاس فعلاً؟ مو فاس. طيب فين الفاس؟ إحنا انتهينا، أنا خلاص ضحت. لمينا هدول كمان. وانت لميت ايه يا درغم بي؟ انا ما عندي غير نص ايد الفاس بس، لانها انكسرت وانا اقطع الحطب. كويس. ها، ايش رايكم؟ هالحطب بيكفيكم؟ جبت الحطب هذا كله من فين؟ الغابة هذه ما فيها شجر كثير. قول لي بس، وين الحطب اللي انتم جمعينه؟ الفاس كان أي كلام وانكسر خلاص.
قولوا لي بقى يا أبهات، حد فيكم عنده قصة مرعبة ممكن يحكيها لنا؟ أنا 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 أنا. اتفضل يا درغم بيه. كان يا مكان، كان في مجموعة من الآباء وأولادهم كانوا مخيمين في منطقة. الحقوا وراكم وحش الثلج. الحقونا، هياكلنا 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 كلنا. بسرعة يا بابا، لازم نستخبى. تمام تمام. هربونا الثلج. أحد يلحقنا توخر، أنا حتخبى هنا. وقف، أنا ما يهمني أحد أبد. أقول عاد، أنت لو ما مشيت من هني أنا راح أنهيك حالاً. يعني مو هامك؟ أنا سويت اللي علي وحذرتك. امشي من هني، ما بشوفك مرة ثانية. هو الوحش مشي مشي. وين راح هذا بس؟ حميد، وينك فيه؟ يا حميد أنا هنا. لا أنا، ما تخافش. يبا أنت ليش تسوي كذي؟ خفت عليك حيل. حقك علي، بس أصلي أنت حدفتني بحطبة كبيرة قد في دماغي بالضبط. حقك علي، أنا تقمصت الدور شوي. المهم، أنت رحت دفعت ثمن الحطب اللي جبناه من السيارة؟ لا ما دفعتش، نسيت. خلاص مو مهم، ندفعهم بعدين. أنا برد للشباب وبعدين بحاجيك بالموضوع. تمام يا ريس، أنا هنم لي شوية بقى. اسمعوا يا حلوين، احنا كلنا هنلم الزبالة سوا علشان الدنيا تبقى نظيفة، وبعدين هنبدأ على طول. يلا بينا. الوحشة راح ولا لسه؟ مشى طبعا، وانا اللي مشيته. انت جبان حيل يا درغام. وحش الثلج. جنيت ولا شنو؟ شو اللي صار؟ كله على الاتوبيس، اجروا بسرعة. انسوا الاتوبيس، كل واحد يحاول يستخبى او يهرب دلوقتي، بس واحدة واحدة. وبعدين عاد حميد، ايش فيك؟ شو اللي تبي توصله باللي قاعد تسويه؟ ها؟ انت ليش مصدق حالك كذي؟ ليش؟ شيل الماسك هذا، يلا شيله. صدقني دا مش انا، دا وحش بجد. ها؟ شلون؟ الحقوني. احد يلحق علي بسرعه. يبا وين رايح يبا؟ انت ناسي انك بطل ولا شنو؟ بلا بطوله بلا شيء، انحاشي. جاهز تخسر يا صغنن؟ هكسبك. يلا هعد من واحد لثلاثه، فاهم ولا هتتعبني؟ فاهم، عد. واحد، اتنين، يلا باي باي. هاي. انت بتغش. ماشي مش هلعب معاك تاني. يلا نهرب يا ابني، اركض بسرعة. اهرب انت يا بابا، لكن انا لا. ايش قصدك يعني؟ ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ كل الاباء اللي حولنا اقوياء وبيسووا اشياء مرة حلوة عشان يفرحوا اولادهم. يا ليتك تسوي زيهم، اشياء مرة حلوة عشان تفرحني، فهمني. بابا بابا. درغام، انا قربت اوصل. قصده ان انا يعني اب مو قوي؟ طيب انا حوريك يا ليث. تعال هنا يا فلافيلو، وخروا من قدامي عشان البطل جاي في الطريق. ايوه احنا الابطال. اهلا درغام. اهلا يا فلافيلو، امسك الحبل. الابطال جايين. بابا درغام كده هنوع. استعد عشان نقفز. انا بجد بهنيك يا درغام بي، انت طلعت بطل بجد، مش بتحاول تبين انك بطل وقاعد تكذب علينا زي البيدة. انا متضايقة منك، انت احرجتني قدام ربعي. بابا كنت
أتأسف لك على الكلام اللي قلته. مو مهم يا ابني يا حبيبي، المهم إنك قلت كل الكلام اللي أنت حاسس فيه. لا تخبي عني أي شيء أبداً، قل لي وأنا أسوي اللي أقدر عليه يا ليث. أنت كده طلعت بطل حقيقي يا بابا. أنتوا كنتوا رائعين يا درغام بي، كلنا شفناك، وفي النهاية أنا بصدق عيني. يلا نرقص، يلا نرقص، يلا نرقص. آه أنت كده هتتعبني معاك يا بابا. أنا تأثرت قوي وشكلي حعيط. أنا بجد آسف إني ضحكت عليك يا ابني. أنت بتعترف؟ بعترف، بس أنت برضو خسرت.